بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وما حدث فيها من أحداث، من أهمها حروب الردة. وهذه الحروب كانت متعددة ومتنوعة، منها حروبا كانت ضد المرتدين عن الإسلام، ومنها حروبا أو معارك كانت ضد المرتدين عن بعض شرائع الإسلام. كلهم حاربهم الصديق رضي الله عنه وارضاه، جيش لهم الجيوش وبعث لهم البعوث حتى عاد الناس إلى دين الله أفواجا كما خرجوا منه أفواجا، واستقر الإسلام في جزيرة العرب وبعد ذلك في الأرض بحمد الله عز وجل. وأول هذه الحروب التي نتحدث عنها الحرب التي كانت بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وبين طليحة بن خويلد الأسدي من قبيلة أسد، وكانت هذه المعركة في مكان يسمى بوزاخة، فعرفت بعد ذلك في كتب السير والمغازي باسم معركة بوزاخة. طليحة، تصغير طلحة، طليحة بن خويلد الأسدي وفد مع قومه بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في عام الوفود، في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، سلموا عليه وبايعوه على الإسلام، وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، جئناك ولم تبعث إلينا ونحن على من وراءنا. هذه كلمات ربما لا ننتبه إلى ما فيها من المعاني. هذه الكلمات نزل بشأنها قرآن، نزلت فيها آيات. لماذا؟ هذه الكلمات قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المن، يمتنون على الرسول، قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، جئناك ولم تبعث إلينا، كأنهم يشعرون أن لهم منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقولون للنبي ما كنت تقدر علينا، إذا بعثت إلينا ما كنت تقدر علينا، إلا أننا جئناك مختارين بدون إكراه، ولو حاولت معنا ما قدرت علينا. المعنى الباطن في في في, في, في الكلام، قالوا جئناك ولم تبعث إلينا.
فنزل فيهم قول الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه الآيات نزلت في بني أسد قوم طليحة. تأمل، فكلامهم هذا ينبئك عن نفسيات ونوعيات وشخصيات مريضة. الكلام يقول لك ان المتكلمين دول عندهم اوصاف في قلوبهم، عندهم مرض، يشعرون بالتعالي، يشعرون بالعلو، يشعرون بالغرور بالفخر. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جئناك ولم تبعث الينا. يمنون على النبي كأنهم يقولون ما كنت تقدر وأن تأتي بنا رغما عنا مكرهين، إلا أننا جئنا عن طواعية، ليس لك فضل علينا. وتخيل ناس يشعرون في أنفسهم أنهم يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من له فضل على رسول الله؟ من الذي يستشعر هذا أو يفهم هذا إلا أصحاب النفسيات المريضة، نوعيات سيئة. تأمل، نزل فيهم قول الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا الوفد لما رجعوا إلى بلادهم ارتدوا. واضح، انت تشوف المقدمة تعرف ان النتيجة، تعرف البداية، تشوف البداية يعني تتصور النهاية الا ان يشاء الله عز وجل. دول رجعوا وارتدوا، ارتد طليحة وارتد معه عدد كبير من قبيلة اسد، وحدثت فتنة بسبب طليحة الاسدي. المقصود انهم ايه، حتى لم يثبتوا كثيرا او طويلا بعد اسلامهم، رجعوا من عند الرسول ارتدوا. فيا ترى لما راحوا المدينة علشان يسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم ويبيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخلوا في الاسلام، لما راحوا المدينة راحوا يعملوا ايه؟ كانوا رايحين يعملوا ايه؟ كان رجعوا وارتدوا. ايه اللي وداكوا؟ ايه اللي وداكوا المدينة؟ اذا كان انتوا رحتوا ورجعتوا وارتديتوا، ما رايحين يعملوا ايه؟ رايحين يشوفوا الاحوال ايه والاخبار ايه، وكانوا منتظرين يشوفوا مثلا ملك، او منتظرين يشوفوا شافوا ايه. وايه اللي وقعهم في الردة سوف نتحدث بعد قليل ان شاء الله. المقصود الاشارة الى انهم لم يثبتوا طويلا على الاسلام. كأن طليحة لما راح المدينة وشاف الاحوال، كأنه شعر في نفسه أنه يعني يناسب أن يتنبأ، يقدر يتنبأ، وأنه هو أحق بالسمع والطاعة والناس تسمع كلامه، شايف في نفسه أنه هو يعني أهل لهذه المنزل. فلما رجع تنبأ، ارتد وتنبأ. ما هو التنبؤ ده ردة، كفر، مخالفة للقرآن. الله عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فكون إن واحد يدعي النبوة أو الرسالة يتنبأ، هذا يكذب القرآن، فهذا كافر بآيات الرحمن، كافر بالله جل جلاله، يرد على الله قوله، يكذب القرآن. المقصود أن طليحة تنبأ، لم يثبت طويلا على الإسلام وتنبأ، كان يتنبأ لنا. طليحة يعني شخصيته قوية، هو رجل قوي، قوي في البنيان، جسمه قوي، وكان شاعرا يقول الشعر، وأحيانا يقول الشعر على البديهة، يعني تسعف الألفاظ، عنده
يعني الألفاظ حاضرة، الأوزان والقوافي حاضرة، فيقول شعر على البديهة وهو خطيب يخطب في الناس على البديهة أيضا بدون ترتيب، فهو خطيب مفوه بليغ فصيح، وهو رئيس قبيلة متبوع، له كلمة، له مكانة في القبيلة، فهو رئيس قبيلة وهو خطيب يخطب في الناس وهو شاعر. وأضاف إلى هذا التنبؤ، إن هو بيتنبئ للناس. البداية بتاع الطليحة كانت عجيبة جدا، إن هو وقومه كانوا في سفر، هو يعني تنبأ بس إيه لسه الموضوع ما انتشرش، فكان في سفر مع قومه فأعوزهم الماء حتى عطشوا، أصابهم عطش، فقال لهم كلمات سببت الفتنة للأعراب، قالوا يبقى فعلا ده نبي. إيه الكلمات اللي قالها لهم؟ كلمات عجيبة جدا يعني، وتشوف يعني عقليات الناس. الفرس بتاعه اسمها أعلال، الفرس اسمها أعلال، فقال لهم اركبوا أعلالا واضربوا أميالا تجدوا بلالا، بلل يعني مية، تجدوا بلالا، فضربوا أميالا فوجدوا بلالا ففتنوا به. قالوا فعلا ده متنبئ يا نبي. ايه العقول دي؟ اصل الكلام بتاعه واسع. اركبوا اعلالا واضربوا اميالا، انه كم ميل يعني؟ هو ما قالش كم ميل، ميل اتنين تلاتة عشرة مية الف، ما هو لو قعدوا يمشوا الف ميل هيمشي مع كلامه برضه ولا ايه؟ ما قالهمش هتلاقوا المية فين. اركبوا اعلالا واضربوا اميالا تجدوا بلالا، ما هو لازم لما يمشوا أميال حيجدوا المية. أولا ما حدد لهمش رقم، لو قال لهم امشوا 2 ميل 3 ميل هتلاقوا مية، يمكن هو مش بس هقول لك الاحتمالات. لو قال لهم في مكان كذا هتلاقوا مية، حتى لو قال كده أقول إيه، يمكن مشى في السكة دي قبل كده، أو يمكن حد قال له المكان الفلاني، إنما كلام عايم، كلام يمشي مع كل الاحتمالات. اركبوا اعلالا اضربوا اميالا تجدوا بلالا، وهو عنده ايه الاوزان والقوافي حاضر لانه شاعر. طب نمشي الاميال دي يمين؟ ما قالش. طب شمال؟ ما قالش. طيب شمال جنوب؟ ما لازم اللي هيمشي في اي اتجاه هيلاقي الماء. دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالخلق ان يجعل لهم المياه في كل مكان، يضربوا كده وسوف يجدون الناس لا يميزون، ما الأعراب ما عندهم عقول تميز أو تفكر جيدا. لما مشوا أميال ولقوا الماء فتنوا به، صدقوه وهو كذاب ويقول كلام كده. ودايما الكذاب يقول إيه يعني كلام كده، عارفين جماعة المتنبئين دول برضو الكذابين، ما بيعدوا في الطرقات والشوارع وبعدين يكذبون على الناس، يقولوا كلام كده. مثلا واحد، الناس عندهم الفضول وحب الاستطلاع، فيجيبوا واحد من العرافين دول فيقول له قدامك مناسبة سعيدة. ايه المناسبة السعيدة؟ ما هو انتوا عارفين يا جماعة الانسان بيتعرض لمناسبات سعيدة ومناسبات ايه؟ يعني لو قلت لواحد قدامك مناسبة سعيدة هيعدي بمناسبة سعيدة، لو قلت له قدامك مناسبة تعيسة هيمر بحاجات تعيسة، ما لازم حاجة من الاثنين، وما فيش حياة كلها سعيدة ولا حياة كلها ايه تعيسة، بس ممكن كلام يمشي معه وبعدين يغيره. قدامك حدث، ايه الحدث؟ وهكذا يقول لك كلام يمشي مع كل حاجة. لو كان حدث طيب جميل اقول لك ما انا قلت لك عندك حدث، لو كان حدث مؤلم اقول لك ما انا قلت لك عندك حدث، يقول كلام تمشي مع كل الاحتمالات. فدي بداية التنبؤ بتاع طليحة الأسد. شفت الناس فتنوا به بكلام، يعني في الحقيقة لو حد فكر فيه يقول ده مش كلام النبوة. لما تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم لما يتنبأ بشيء يتنبأ بدقة،
بدقة في أمور كتير. النبي كان يخبر عن الماضي. عرف طليحة لما يقول لهم اضربوا أميالا، يمكن هو مشى في السكة دي قبل كده، يمكن عرفها، فيقول لهم اضربوا أميالا هتلاقوا، يمكن حد قال له. النبي كان يخبر عن الماضي، بل يخبر عن المستقبل، حاجات لسه ما حصلتش خالص وحصلت، ادي النبوة. او يحدد لهم حاجة حاضرة بالمكان والزمان. شوف اللي كان يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حاجات كتيرة جدا. مثلا في فتح مكة، سيدنا حاطب رضي الله عنه بعت للكفار بخبر الجيش، بعت لهم رسالة وفيها خبر الجيش، وكان النبي قال اللهم خذ عنهم عنا العيون والأخبار، وبعت رسالة. أم الوحي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد له الرسالة دلوقتي أهو فين فين. فالنبي يستدعي علي بن أبي طالب ومعه بعض الصحابة ويقول لهم إيه؟ انطلقوا إلى روضة خاخ، المكان اسمه روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب، هتلاقوا فيها امرأة ومعها كتاب رسالة، كلام واضح. فين؟ في روضة خاخ. يجري سيدنا علي على الحصان يطير واللي معاه، ويروح المكان روضة خاخ، ما كانش بيوت كتيرة ولا منا، يبقى فيه امرأة ويقول لها ايه؟ أخرج الكتاب، انت معاك كتاب؟ تقول ما معي كتاب، ما معي كتاب. يقول لها والله معك كتاب، النبي قال معك كتاب الوحي. لتخرجن الكتاب او لننزعن الثياب. هتطلعيها انت ماشي، مش هتطلعيها هنجردك ونفتشك وهنطلع، معك كتاب الوحي، ادي الوحي بقى الصادق، اللهم في مكان كذا. والمرأة مصممة معنيدة لحد ما سيدنا علي يهددها وحينفذ، فقالت اعرضها، ضير وشك انت هو ها. فاخرجت الكتاب من شعرها، مخبية الرسالة الورقة في شعرها، حتى ما حدش يتخيلها ابدا، بس التهديد. فالوحي ينزل النبي يقول لهم، يقول له فين الكتاب؟ فين؟ في روضة خاخ. انما يقولش ان الصحابة انطلقا سيروا اميالا تجدون امرأة، لا، ده النبي يقول لهم انطلق الى روضة خاخ، المكان بالضبط. هذه النبوة، ده الوحي من عند الله عز وجل. الامر ده تكرر مرات في غزوة تبوك. النبي كان معاه الناقة بتاعته عليه الصلاة والسلام، نزل الاستراحة والراعي اللي واخد الناقة يرعاها ويوكلها يشربها، فتاه ضلت منه الناقة، مشت مشت مشت، والصحابة دوروا عليه ما لقوهاش. فالمنافقين يطلعوا كلام يقولوا ايه؟ يزعم انه نبي ولا يعرف مكان ناقته. طب ايه دخل دي بدي؟ ما النبي ما بيعرفش نفسه الا ان يعلمه الله عز وجل. نزل الوحي يقول للنبي الناقة في مكان كذا ووضعها التي، فالنبي يقول لهم انطلقوا الى مكان كذا وكذا، ستجدون الناقة وقد تعلق زمامها بشجرة. الناقة في المكان الفلاني بالضبط، وهتروحوا تلاقوها متعلقة في شجرة، الخطام بتاعها متعلق في شجرة. حاجات محددة، ده الوحي، ده النبوة. انما اركبوا اعلالا، اضربوا اميالا، تجدون بلالا، ايه ده؟ مش دي النبوة. ده النبي كان يتنبأ للناس باللي جوه صدورهم، باللي جوه الصدر، محدش يعرفه ابدا. الامر ده تكرر كتير، وهذا باذن الله، ده هذا وحي من عند الله عز وجل. شوف مره في فتح مكه، في فتح مكه كان النبي بيطوف عليه الصلاه والسلام، واحد اسمه فضاله ابن عمير بيطوف وكمان، وبعدين لقى النبي معهوش حراسه، مفيش يعني، ففكر كده ايه ان هو يغتال النبي، يقرب من النبي قوي وبعدين في لمح البصر يقتله، يغتاله فجأة، ما فيش حراسة ما فيش سلاح. فقعد يقرب 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 من النبي لحد النبي قال له أفضالة؟ أنت فضالة؟ قال نعم يا رسول الله. قال بماذا كنت تحدث نفسك؟ قال كنت أحدث نفسي بذكر الله. قال استغفر الله، استغفر الله. ثم وضع يده الشريفة على صدره، يقول فضالة فوالله
ما رفعها عن صدري إلا ما خلق الله من شيء أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم. من شوية كان عايز يقتله، لا دلوقتي النبي حط إيده وشال إيده، يقول سكن قلبي، قلبي سكن وسكت وارتاح وبيحبه قوي عليه الصلاة والسلام. شفت النبوة بقى، إن يقول له اللي جواه النبي ما يعرفش، إنما الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله الذي يعلم وحده، إنما يعرفش، بس ربنا يعلمه يخبر. هذه هي النبوة، النبوة فضالة بيقرب كده، وبعدين ربنا المطلع العليم الخبير سبحانه، فيقول للنبي جاي بيفكر في كذا كذا، والنبي يسأله ماذا كنت تحدث نفسك، تفكر في ايه، أفضالة، انت فضالة، فالوحي يقول في واحد اسمه فضالة وعايز يختالك وبيفكر في كذا كذا، أفضالة، انت فضالة، قال نعم فضالة يا رسول الله، قال بماذا كنت تحدث نفسك، قال كنت أحدث نفسي بذكر الله. هو كذب لأنه لسه ما لم يستقر الإسلام والإيمان في قلبه، عرفت، ده هو بيفكر في اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول له استغفر الله، الأمر مش زي ما انت قلت، عرف أنه هو نبي أمام نبي، يأتيه الوحي، يأتيه خبر السماء. برضو في فتح مكة، هي الأحداث كتيرة جدا بس بقول لك حاجات كده، في فتح مكة برضو أبو سفيان كان لسه حديث عهد بالإسلام، لسه داخل في الطريق، دخل في الطريق ورجع يقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ونسلوه يعني جامد يعني، فقال من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، بس بدأ ببيته أولا. المقصود إن برضو لسه برضو النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وأبو سفيان قال لو جمعت له الجموع هو أمن، النبي دخل مكة يعني ما فيش حراسات كتير ما فيش كذا، قال لو جمعت له الجموع، وهو قاعد بيفكر لسه يقول كده، فلقى واحد بيقول له إذا يخزيك الله، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على رأسه، النبي اللي واقف، هو بيفكر في اغتيال النبي، لقى النبي اللي واقف، يقول له إذا يخزيك الله، قال والله ما أيقنت أنك نبي إلا الساعة دلوقتي عليه الصلاة والسلام. أدي النبوة. إنما طليحة يقول لهم اركبوا أعلالا، أنا معلش أنا أصلا مش عارف الناس إزاي دخلت عليهم النبوة الزائفة دي، اركبوا أعلالا واضربوا أميالا، أيوة يضربوا أميالا كم ميل يعني، 12 مية، ما هو لازم حيلاقوا المية بعد أميال، تجدون بلالا، الناس ضربوا فعلا ولقوا مية ففتنوا به، بقى هو المتنبي، بقى هو النبي بتاعهم، فبدأ يعمل لهم ايه، بدأ بقى النبوة، فوضع عنهم السجود في الصلاة، يعني رفع عنهم السجود، يعني ألغى السجود في الصلاة، ده بقى الوحي الجديد، ده نسخ ده ولا يعني، فبدأ يلغي الصلاة يبقى ما فيهاش سجود، حاجة خفيفة كده ايه، قايم ويركع ويكمل كده وخلاص. تعرفين يا جماعة السجود ده اشرف هيئة من ايات الصلاة، والصلاة عموما حركتها فيها كلفة، يعني لازم الانسان يبذل يتعب، عرفت، وما يحسش بحركات الصلاة غير ايه اللي صحته بدأت ايه تتغير، الشباب يمكن ما يحسوش، الكبار يبتدي يحس، الركوع ده عشان يركع ويتن ظهره كويس، لو واحد ظهره بيوجعه يعرف الركوع ده له قيمة، له كلفة، يعني السجود عشان ينزل يسجد، في واحد ناس كتير جدا ما بتقدرش تسجد، عرفت، فهي فيها شيء من المشقة، بس المسلم يعملها بحب بلهفة برغبة بشوق. على المنافق وعلى الكافر الموضوع ده تقيل تقيل، تعرف أسمع من بعض الناس كده يعني اللي صحته متغيرت، واحد ممكن يبكي يقول أنا نفسي أسجد، نفسي أسجد زي الناس ما بتسجد، هو اللي نفسه يسجد، واحد يقول لك نفسي أركع زي الناس،
واحد مثلا نظره ضعف يبكي يقول يا خسارة، يا ريتني كنت شبعت من القراءه في المصحف قبل نظري ما يضعف. ادي المسلم المؤمن يبقى هو عنده لهفة على العمل الصالح. اما المنافق ما يحب هذه المشقة، اللي في قلبه مرض. المقصود ان طليحة ألغى لهم السجود، وبعدين لازم يتنبأ فيقول لهم بقى، يقول لهم الوحي بتاعه. فكان يقول لهم ايه في الوحي؟ الحمام واليمام والصرد والصوام قد صاموا قبلكم بأعوام، لا يبلغن ملكنا العراق والشام. يا هو ده القرآن؟ ركاكة والفاظ القرآن يا جماعة، اللي يسمع القرآن لأول مرة يعرف أنه من عند الله. أقصر سورة في القرآن سورة القصار، السورة اللي يسمعها، لأن القرآن يخاطب العقول والقلوب والأحاسيس والمشاعر. السورة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أي حد يسمع يقول لا ده مش كلام البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مش كلام البشر، ما حدش يقدر يقلده. عرف قصار الصور وطوال الصور، اللي يسمع على طول القرآن ده العقل يقبله والقلب يقبله والإحساس والمشاعر والعواطف والمنطق وكل حاجة. عرف وبعدين يتكلم عن الحمام واليمام والصرد، طائر، والحمام واليمام والصرد والصوام قد صاموا قبلكم بأعوام، ليبلغن ملكنا العراق والشام. القرآن ما اتكلم عن الطير، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. شو الكلام الحلو الجميل؟ وما يمسكهن إلا الرحمن. تلاقي معاني سامية عالية، كلام عن الهدهد في القرآن، كلام عن الذباب، عن البعوض، بس كلام ايه مؤثر جميل طيب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. المعاني قوية سامية. القرآن يتكلم عن البعوض، طيور، يجي هو يتكلم عن الطيور زي القرآن، يقول الحمام واليمام والصرد والصوام قد صاموا قبلكم بأعوام. شوف القرآن يقول ايه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا صيام الأمم كله. هذه شفت القرآن على طول، اللي يسمعه يعرف وحي من عند الله عز وجل، مش الكلام الركيك ده. والناس كانت بتقتنع، ده طليحة التف حوله آلاف آلاف، مش مئات، ده آلاف، وخلاص الناس مصدقين أن هذا نبي وأن هذا وحي من عند الرحمن سبحانه وتعالى. سبحان الله، ما سمعوش القرآن يقارنوا بين هذا الوحي الكاذب وبين الوحي الصادق. ما سمعوش القرآن، ما قروش القرآن. بس من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أصل هي نفوس مريضة، انت شفته في الأول
في البداية كان كلامهم عامل ازاي؟ جايين يمنوا على النبي عليه الصلاة والسلام، نوعيات سيئة ونفسيات مريضة. دي النفسيات دي قريبة إلى الفتنة، قريبة إلى الفتنة. المقصود إن الناس فتنوا به والتفوا حوله وتجمعوا واستفحل أمره. وردته هذه كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرسل إليه ضرار بن الأزور فارس رضي الله عنه وارضاه في عدد من الصحابة عشان يحاربوا طليحة، علشان يخلصوا الناس من فتنته. ده أمره استفحل، لأنه بنو أسد دي قبيلة كبيرة، وانضمت إليه غطفان ونواحي هذه القبائل في هذه النواحي، فأمره بقى خطير. النبي أرسل إليه ضرار بن الأزور رضي الله عنه وارضاه، ولكن ضرار لم يجدي معه، ما قدرش عليه. زي ما قلت لك طليحة قوي، جسمه قوي، مكانته في قومه قوية، شاعر وخطيب ودلوقتي بقى متنبئ وقوي ورئيس وحوالين منه ناس ما بيفكروش. أمال إيه؟ بينفذ بس، اعمل كذا اعمل كذا. ما هي ما هو ده ما يمشيش معاه إلا إيه؟ النوعيات دي. لو معانا نوعيات بتفكر، عايز نوعيات اضرب، عرفت؟ فبقى معاه قوة ضاربة كبيرة جدا، فتنة. فرح له ضرار ابن الأزور رضي الله عنه وارضاه، فلم يقدرش عليه ورجع. الأمر ده استغرق يعني مدة إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي عليه الصلاة والسلام واستخلف، ولما استخلف أبو بكر كانت مع مر الوقت استفحل أمر طليحة، ده أمر شديد جدا. فاختار أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه له خالد بن الوليد رضي الله عنه، ويقول للناس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف سله الله على الكفار والمشركين. يقول لهم: انا اخترت خالد بن الوليد النبي، انا سمعت يقول نعم عبد الله، نعم عباد الله، يعني خالد بن الوليد. دي صفه مدح، شهاده لسيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه. وسيدنا ابو بكر يكلفه يقول له: عليك بطليحه، فإذا فرغت منه فانطلق إلى مالك بن نويرة كما هو مشار في الخريطة. بس وسيدنا أبو بكر يعمل خطة. سيدنا أبو بكر زي ما قلت لك قائد فذ، عسكري حربي، ما عنده أمور، عنده يعني مشكلات كتيرة جدا، وملهم موفق رضي الله عنه وارضاه. فيعمل خطط ويحط يبعث الكتب الاول، ويقول للي بيقرا الكتاب اقراه على كل مجمع، واقراه على العامه والخاصه، واقراه على المسلمين وعلى من ترك اسلامه. فسيدنا ابو بكر لما بعت سيدنا خالد للطليحه احتياطي، يمكن الخبر يتسرب، لأن طليحة عايز مواجهة بطريقة كبيرة. فأذاع أبو بكر أن الجيوش ستلتقي مع جيش خالد من وراء خيبر، يعني يقول له امشي، ولما تعدي خيبر الجيوش دي كلها هتتجمع معاك وتروحوا لطليحة. زي ما قلت لك ده تدبير غير عادي، لأن طليحة برضو شخصية غير عادية، فيحتاج لهزيمة نفسية، هزيمة معنوية، الرعب. فكر يعرض يقول له: ورا خيبر روح والجيوش تلتقي معك، تتوجهون إلى طليحة، أن الخبر يمكن يوصل، يمكن يوصل. وكان هذا تعريضا، كانت هذه تورية من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن سيدنا خالد طلع، وقبل سيدنا خالد ما يتحرك ويوصل، بعث الصديق بعدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه إلى قبيلته طي. إن قبيلة طي قريبة من أسد،
وغطفان قريبة، وهي قبيلة كبيرة كبيرة جدا وقوية. وسيدنا عدي بن حاتم كان رئيس القبيلة، وهذا معلوم ومعروف، كان يسير فيهم بالمرباع، ياخذ الربع لو غنمه ياخذ هو الربع، وبيت القبيلة تاخذ الثلاث ارباع، كان يسير فيهم بالمرباع. وكان هذا لا يحل له في دينهم، بس هم ما كانواش عارفين، او كانوا عارفين وساكتين. المقصود ان عدي بن حاتم النبي بعت جيش لطيء فهرب، عدي بن حاتم راح هرب لهرقل، واخته وقعت في الاسر، النبي احسن اليها واكرم يعني مقامها وقالت انا ابنة حاتم وكان ابي يفعل كذا وكذا. حاتم الطائي معروف بالكرم، والنبي اكرمها جدا، وكان سيدنا علي يعني يقول لها تتكلم مع النبي ازاي، يعرفها، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب ان يكون احدا افضل كلاما ايه منه. المقصود النبي جهزها، فلما لقيت المعامله الطيبه دي والكرم، ما فاق كرم حاتم الطائي، الكرم زياده خالص كرم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فرجعت وبعدين بعتت للرسول رساله لاخوها في الشام، المهم رجع كلمته يعني واقنعته ان هي جايه من عند خير الخلق واكرم الخلق عليه الصلاه والسلام، فقرر ان هو يروح. لما راح المدينه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان عدي بن حاتم لابس صليب من ذهب، ودخل على النبي، سمع النبي بيقرا قول الله عز وجل: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الله. فقال رسول الله: ما عبدناهم؟ انت بتقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، احنا ما عبدناهم، الرب اللي بيعبد، بس احنا ما عبدناش الاحبار والرهبان. فالنبي قال له: الم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وبعدين قال له عدي بن حاتم: يعني تفر من الله ورسوله؟ تفر من ان يقال الله اكبر؟ تفر من ان يقال لا اله الا الله؟ وبعدين النبي يقول له: ألست من الركوسية؟ مش انت الطائفة بتاعتك اسمها الركوسية؟ ألست تسير في قلبك بالمرباع؟ مش انت بتاخد الربع؟ قال: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك، في دينك انت ما يحل لكش. يقول: فتواضعت لها. عرف ان النبي يعرف ايه اللي الناس مش عارفينه، والنبي بعيد عنه عليه الصلاة والسلام. المقصود دخل في الإسلام وأحسن إسلام، وهو صاحب بقى المواقف المشهورة عدي بن حاتم في شهر رمضان، هو أرى الآيات: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بس ما كانش نزلت كلمة من الفجر، ده نزلت لوحديها من الفجر، نزل جبريل بالكلمتين دول بس مرة. فهو أرى الآيات، وجي شهر رمضان، وبعدين ينام بالليل وحاطط المخده وحاطط تحت منها حبل ابيض وحبل اسود، ينفذ على طول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. فياكل ويشرب لحد ما يقدر يميز، يبص يطلع الحبلين، ده ابيض وده اسود، خلاص ما ياكلش. طول ما هو مش قادر يميز ياكل، لحد ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له كذا كذا كذا. قال: إن وسادك إذا لعريض، المخدة بتاعتك اللي شايلة الحبلين كبيرة، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. فنزل جبريل بهذا المقطع: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من إيه؟ الفجر، حد الفجر. سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه، المقصود أبو بكر بعته، قال: أدرك قومك حتى لا يتابعوا طليحة، الحق حصلهم هيتبعوا طليحة. لما راح عدي بن حاتم كان فعلا نص القبيلة راح تقريبا والتحق بطليحة، خلاص بيقولوا ده النبي بتاعه، ده النبي الجديد، وبيتابعوه هيسمعوا كلامه. وجزء من القبيلة، وكان سيدنا خالد وصل قريب من هناك وحب ان ايه يهجم. الاول سيدنا خالد
حب يهجم على طليحة وأرسل مقدمة اثنين من الصحابة معاك مع المهاجرين والأنصار. كتيبة الأنصار فيها ثابت بن قيس شاعر الرسول خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثابت بن قيس، وثابت بن قيس معاه ثابت بن أقرم وعكاشة ابن محصن رضي الله عنه، وإحنا عارفين سيدنا عكاشة ده من 70,000 اللي يخشوا الجنة من غير حساب ولا عذاب، عارفين قصتهم. برضو بسرعة كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس إن أنا يعني رأيت الأنبياء يوم القيامة، ورأيت الناس، النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. النبي شايف الأمم يوم القيامة، شايف نبي ومعه راجل بس دول أمته، ونبي ومعه راجلين، ونبي يوم القيامة معهوش حد، لم يستجب له أحد، فلأ سواد عظيم يقول فظننت أنهم أمتي، عدد كبير جدا. فقيل لي هذا موسى بن عمران وأمته، فرفع لي سواد أكبر، أمة كبيرة جدا، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. والنبي دخل البيت عليه الصلاة والسلام، فأصبح الناس يدوكون يكلموا من 70,000 اللي يخشوا الجنة من غير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، دول ما أدركوش الجاهلية، وقال بعضهم لعلهم الذين فعلوا كذا وكذا، مين دول 70,000 دول؟ فالنبي خرج عليهم فسألوه، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة قال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، من 70,000 دول خشوا الجنة وغير حساب والعذاب، فقال اللهم اجعله منهم. فقام رجل قال رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، سبقك بالدعوة دي، وإلا الثالث حيقوم، وأنا كمان وأنا كمان وأنا كمان، آلاف مؤلفة موجودين، وأنا كمان. طب وإحنا خلاص يبقى إحنا كده إيه؟ لا لسه الحمد لله في طمع عندنا أن نكون من إيه؟ من 70,000. لا ده يبدو أن في المناسبة دي أو مرة تانية النبي قال للصحابة وإن الله وعدني مع كل 70,000. الحمد لله، يا رب اجعلنا منهم، يا رب اجعلنا منهم، يا رب اجعلنا منهم. عكاشة طلع مع سيدنا خالد مع راية الأنصار، ثابت بن قيس قائد الأنصار، ومطلع اتنين طليعة يروحوا يشوفوا الأخبار ايه، طليحة والجيش اللي معاه فطلع عكاشة ابن محصن ومعاه ثابت بن أقرم يشوفوا الأخبار ايه، ضربوا يعني في الوادي كده يشوفوا الأخبار. فطلعوا وهم بيمشوا كده راحت الأخبار لطليحة اللي فيه اتنين بيلفوا في المنطقة، فطلع لهم طليحة وأخوه سلمة. فالمسلمين ما بيفروش أو ما يهربوش أبدا، فحصلت مبارزة طليحة ضد عكاشة، وسلمة أخو طليحة ضد ثابت بن أقرم، فطليحة قتل عكاشة وسلمة قتل ثابت بن أقرم رضي الله عنهما. يا حال بقى صعبة، سيدنا خالد في المنطقة وبعدين يخش ضد الطليحة على طول طيق جنب منه، فقال اخش على طيق الاول اخلص منها وخش على طليحة، هيخش على طيق فعدي بن حاتم، قال امهلني بالراحة، امهلني ثلاثة ايام اخش القومي، لان لو انت هجمت عليهم تعجل بهم إلى النار، فأنا أتكلم معهم. فعلا سيدنا حاتم عدي بن حاتم ذهب لقومه فكلمهم حتى يبايعوا للصديق ويرجعوا إلى الإسلام، قالوا والله لا نبايع أبا الفصيل أبدا. بيتكلم عن بكر بس بيدوا له اسم تاني، هو اسمه أبو بكر، البكر اللي هو الشاب من الإبل، الشاب من الإبل أبو بكر، الجمل الشاب اسمه بكر، طب والجمل الصغير اللي لسه بيرضع اسمه فصيل، فعايزين يقولوا أبو بكر أبو الفصيل،
زي ما نيجي نتكلم على واحد يقول ده بدل ما تقول اسمه تقول ايه وصفه فلان ده اللي ايه تدي وصف تاني يعني. فهم بدل ما يتكلموا على ابو بكر او قالوا والله لا نبايع ابا الفصيل ابدا. ابو الفصيل ده بيصغروا من مكانه ابو بكر. فقعد سيدنا عدي يقول لهم الجيش بتاعه هيجي لكم وهيحاربوكوا ومش هيسيبوكوا الا لما يغلبوكوا ومش هيسيبوكوا الا لما تقولوا هنبايع لابي الفحل الاكبر. مش ابو بكر بقى ده انتوا هتقولوا بقى ابو الفحل اكبر حجم من الابل مش هيسيبوك غير لما تقولوا كده. فقعد يكلمه ويخوفه لحد ما الحمد لله رجعوا. ده مين؟ طيب اللي لسه ما راحوش في نصهم موجود في القبيله والنص الثاني فين؟ مع طلحه. فالنص وهينضموا بقى الجيش خالد عشان يهجم بيهم على طليح. فعدي ابن حاتم قال له امهلني بروح تاني لحد ما اجيب لك كمان اللي راحوا مع مين؟ طليحه. عشان لو هجمت على طول اول حاجه هيعملها طليحه لما يشوف طي اللي معاك ممكن يقتل طي اللي معاه. فاستمهله لبراحه. وفعلا قعد يبعت لهم رسائل لحد ما سابوا طليحه وجم تاني. فانضم من طيق لجيش سيدنا خالد 500 مقاتل عدد كبير يفرق كتير قوي. بعدين سيدنا خالد عبق الجيش هيهجم على طليحه. قال له امهلني بالراحه. في بني جديله من القبائل اللي انضمت لطليحه. انضم له اسد قبيلته وغطفان وجديله وبني الغوث من طيق وبنو ذبيان وبنو عبس قبائل انضمت لطليح. فقال له بني جديلة قريب أكلمهم أبعت لهم. فعلا راح عدي بن حاتم يتكلم مع بني جديلة ويذكرهم ويوعظهم وينصحهم لحد ما طلع منهم 1000 إنسان. فدخلوا مع جيش سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه. فالجيش زاد الحمد لله. فكان علي ابن حاتم خير مولود على طيق. شوف الله ما شاء الله توفيق يتكلم مع الناس يذكر الناس ينصح الناس. المقصود ان الجموع اجتمعت مع سيدنا خالد وخلاص فنزل في مكان يسمى بوزاخة. وطليحة خد خبر فجيب بأعداد من اللي معاه قبائل زي ما قلت لك غطفان ألوف أسد عبس ذبيان. وانضم إليهم عيينة بن حسن الفزاري بني فزارة في 700 واحد جايينه بقيادة عيينة بن حسن. وانضموا لطليحة والجيشين بقوا قصاد بعض. الحرب الطاحنة في معركة طاحنة هتحصل بين قوتين. وبدأت المعركة. سيدنا خالد عبى الجيش وبدأ الطحن قتال قوتين بقى كل قوة. طليحة موجود هو القائد بتاع الجيوش بتاعته وعليه عباية وعلى الفرس بتاعه وبيدير المعركة ويحاربوا وعيينة بن حصن الفزاري قائد بقى فزارة يحارب جامد بني فزارة وحرب بقى جامدة جدا ولسه النتيجة ما ظهرتش وقت. فيحارب عيينة بن حصن ويرجع لطليحة يقول له أما نزل عليك جبريل النتيجة بتاعت الحرب مين اللي هيغلب؟ ما هو الوحي يقول مين اللي هيغلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة تنزل أخبار وآيات إن الإسلام هينتصر ويغلب وينتشر مش كده؟ والآيات ده في مكية. نزل قول الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر. ده آيات مكية في مكة قبل القتال خالص. سيهزم الجمع ويولون الدبر. فعيي بن حزن يحارب ويرجع للطليحة. نزل عليك جبريل؟ يقول لا ما نزلش. يخش يحارب اللي معاه يرجع له. نزل جبريل؟ يقول له لا. فيحارب وبعدين يرجع. نزل جبريل؟ لازم يقول له اه ولا
لا 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 يبقى لا. ناس يقول كويس كده كده تمام. ماذا قال لك؟ قال لك ايه؟ قال لي ان لك رحاء كرحاه. عارفين الرحى الطحونة. ان لك رحاء كرحاه وحديثا لن تنساه. عارف ايه الكلام ايه حديث لن تنساه ايه؟ يعني نغلب ولا نتغلب؟ ما هو حديثا لن تنساه نغلب وحديثا لن تنساه نتغلب. ما قلت لك دايما ايه يجيب حاجات تمشي مع كل الاحتمالات. قال علم الله ان لك حديثا لن تنساه. ايوه في حديث مش هتنساه ابدا. وانسحب عيينة بن حصن الفزي انهزم بقوم وانسحبوا. ايه الوحي ده وايه انسحب. وقعدت المعركة شغالة حتى انهزم جيش طليحة. بدأوا بقى ايه يهربوا واحد ورا واحد تاني لحد طليحة ما ايقن بالهزيمة خلاص اتهزم. فركب على فرسه واردف امرأته النوار وهرب بها الى الشام. هرب المتنبي الكذاب هرب. لحد كده هنشوف يعني لسه قصته لها بقية. المقصود سيدنا خالد قعد بقى في بوزاخة شهر كامل. يعمل ايه؟ يطارد الفارين. كل اللي هربوا يجيبهم حتى بالواحد بالاثنين بالخمسة بالعشرة يجيب الاف. ما سابهمش ابدا. كان سيدنا ابو بكر وصاب كده. فبعض الناس منهم اللي قدر يمسكه حرقه بالنار يحرقه كده يموته بالحرق بانه يولع فيه. وبعضهم القاه من شواهق الجبال. عقول مقفولة. دي عقول مقفولة ومصممين وهو المتنبي بتاعهم ما تبوش. فيؤمر بيه اطلعوا بيه فوق الجبل. زقوه من فوق الجبل ينزل يتكسر يتدشدش. ما تبش ما ندمش. ما اللي اتحرق بالنار ده لو قال انا تبت الى الله وندمت رجعت الاسلام مقبول. بس الناس مصرين. فمنهم شوية سيدنا خالد حرقهم ولع فيهم لحد ما ماتوا حرقا. وشوية منهم رماهم من فوق الجبال. وشوية منهم رضخ رؤوسهم بالصخور. يعني يكسر راسه بالصخرة. يجيبوا كده صخرة على راسه ويكسر راسه. وبينهم يعني المهم ومنهم من غرقه بير ميه كده ارميه في البير غرقه. شهر مطارده. يجيب ده من هنا وده من هنا وده من هنا وده من هنا لحد ما الناس ايه استووا بتوع المنطقه يعني بهدلهم. سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه شهر. بس للاسف الشديد اعداد كبيره جدا منهم هربوا وراحوا اتجمعوا تحت قيادة جديدة. مين القيادة الجديدة دي؟ امرأة اسمها أم زمل. أم زمل. أم زمل دي كانت شريفة في قومها. لها جمل لما تخش في الحروب كانوا يعملوا جايزة. اللي يوصل اللي يلمس الجمل بس من قريب ولا من بعيد له 1000 ناقة. 1000 جمل للي يلمس الجمل اي لمسة كده يعني. ليه؟ حوالين منها حراسة مشددة جدا بيحموها حماية محدش يقدر يوصل للجمل بتاعها ابدا ابدا. فهنشوف ام زمل. لا مش متنبئة بس مرتدة. ارتدت. هنشوف ام زمل اللي عاملين جايزة للي يلمس الجمل بتاعها 1000 ناقة. واتجمعت حوالين منها أعداد هائلة من الفارين المرتدين المصرين برضو على الردة. كيف تعامل معهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه؟ وماذا فعلت بنو أسد؟ القبيلة بقى بنو أسد أشراف القبيلة ورؤساء القبيلة اللي لسه أحياء يروحوا فين؟ قالوا نتصرف ازاي؟ نروح فين؟ نروح لابو بكر نخش تاني في الاسلام ونرجع للاسلام ونشوف هيقول لنا ايه. وفعلا كونوا وفد وذهب هذا الوفد الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في المدينه.
قال لهم ايه ابو بكر في المدينة وسيدنا خالد اتعامل ازاي مع ام زمل؟ هذا ما نتابعه في لقاء اخر. والنصر من عند الله عز وجل، التوفيق من عند الله، والتأييد من عند الله، والنصر من عند الله.